مع حضراتكم بالحدث الهام اللي هتشهده مصر خلال الأيام القادمة، وهو منتدى الشباب بشرم الشيخ، واللي هينعقد من 4 حتى 10 من هذا الشهر، شهر نوفمبر 2017. وكأن مصر تريد أن تقدم الرسالة للعالم في نهاية عام 2017. الحقيقة أن هذه الفكرة لمن يتابع مؤتمرات ومنتديات الشباب كانت فكرة وليدة من أحد المؤتمرات أو إحدى المؤتمرات، حينما عبر قطاع من الشباب عن رغبته في أن يتم تحويل جزء من فعاليات هذا أو هذه المؤتمرات إلى منتدى دولي أو عالمي يشارك فيه عدد كبير جدا من شباب العالم. والحقيقة فكرة أن يتم التحاور والنقاش مع شباب من جنسيات مختلفة، يعني حتى الآن المؤشرات تشير إلى ما يقرب من 64 دولة سيشاركون بمستويات تمثيل مرتفع في كثير من الأحيان. نتحدث عن أكثر من 100 جنسية هتبقى موجودة في هذا المنتدى، في قضايا في غاية الأهمية تتعلق بالشباب وبمستقبل الدول المختلفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. لكن الأهم أولا فكرة الاحتكاك، فكرة الاحتكاك بالعالم الخارجي هي مسألة في غاية الأهمية. في مفهوم ناس كثيرة بتتكلم عنه طول الوقت، وهو المفهوم الخاص بتمكين الشباب. وأيا كان الاختلاف في التسمية ما بين الدول، لكن في النهاية بيبقى الهدف دايما هو طرح رؤى الشباب، الاستماع إلى أفكار الشباب، إعطاء الفرصة لهم ليرتفع صوتهم. وهنا الارتفاع بالصوت لا يعني الصراخ، ولكن الارتفاع بالصوت بمعنى أن يكون صوتهم واضحا في المشهد العام. كثير من الدول تعاني من مسألة الغياب الواضح لرؤى الشباب بشكل كبير، وهذا ينعكس في كثير من الأحيان أيضا على الشباب. خلونا نتكلم كلام واضح وصريح جدا. إقدام مصر على خلق آلية معينة يتم من خلالها تنظيم رؤى الشباب والاستماع إلى أصواتهم من خلال الآلية الخاصة بهذا المؤتمر هي آلية في غاية الاهتمام. في ناس كتيرة أحيانا بتهاجم، وفي ناس كتيرة أحيانا بتدافع. الحقيقة القضية مش الهجوم ومش الدفاع، القضية أو الحقيقة الثابتة أن هناك محاولة حاولت أن تحرك المياه الراكدة في ملف الشباب في مصر بخلق آلية ومساحة وشكل تنظيمي وإطار تنظيمي يستطيع أن يعبر هؤلاء الشباب عن وجهة نظره من خلال هذا المؤتمر، ويتفاعل مع العالم الخارجي ويتفاعل مع المسؤولين في الدولة. أنا أعتقد أن هذا نموذج يمثل نواة حقيقية، والحكم دايما على الفعل، ليس أو يعني مش من باب العدل أنك تفضل طول الوقت تنتقد دون أن تقرر أن تستمع وأن تراقب وأن تلاحظ وأن تعرف ماذا يحدث. اللي متابع كواليس العمل في منتدى الشباب هيلاقي أن كل فكرة انطلقت في هذا المؤتمر اللي هتشهدوه بإذن الله هي فكرة شبابية بامتياز. الشعار عملوا الشباب، مجموعات العمل عملها الشباب، التنظيم والطيران والمراسم والاستقبالات والفيديو والأفلام الوثائقية اللي هتعرض والجلسات بتاعة المؤتمر والموضوعات والشخصيات والتنسيق مع دول من مختلف أو شخصيات من مختلف دول العالم، كلها كانت وليدة جهد مصري. الناس دي يا جماعة ما جابتش شركات دولية للعلاقات العامة علشان تدير مثل هذا المنتدى. في دول كتيرة بتعمل ده، لكن الناس في مصر اعتمدت على قدرات هؤلاء الشباب، لأن الشباب دول كل يوم بيثبتوا ان هم جديرين بالاحترام والتقدير. خلونا نستمع إلى تقرير زميلة داليا علي اللي بيستعرض الاستعدادات في اللحظات الأخيرة لمنتدى الشباب. المكان مدينة السلام شرم الشيخ، الزمان 4 من نوفمبر 2017، الحدث منتدى يشارك به مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومجالات متنوعة تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي. أكثر من 3200 مشارك في فعاليات المنتدى الذي ينطلق بمشاركة 113 جنسية، ويستقبل 52 وفداً بينهم رؤساء وأمراء وشخصيات قيادية دولية ونماذج شبابية مؤثرة.
We Need to Talk شعار اتخذه منتدى الشباب الذي بات منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب المصري الذي يطمح في بناء مستقبل أفضل، حيث يضم جدول أعمال المنتدى مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية، والتي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن الرؤى والأفكار وتبادل التجارب. المنتدى الذي يستمر حتى 10 نوفمبر تنطلق فعالياته بعد غد الأحد، حيث قررت إدارة المنتدى تخصيص غد السبت للتسجيل واستخراج التصاريح، بينما تجرى الاستعدادات على قدم وساق في مدينة شرم الشيخ التي بدأت استقبال الشباب المنظمين للمنتدى والإعلاميين استعداداً للافتتاح. وصممت بوابات كبيرة أطلق عليها بوابات السلام لاستقبال الوفود. المنتدى الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2017 بختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية، ينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.